المسيرة الخضراء بدأت بفكرة رسم خطوطها العريضة الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، لتنتهي بلوحة حية شدت انتباه العالم بأسره، لوحة كانت وستبقى ملهمة كل إنسان فنان. لوحة تذكارية، وكما قلت لك كتعبر على الفكرة، كتعبر على الشعور اللي كان داخل كل مواطن في هذه 34 عام. وفكرة هائلة وتنظيم ديالها هائل، وكنظن ان منها نقدروا نزيد نكملوا على الانطلاقة ديالنا، وكل واحد خاص يكون فرحان وفخور بالفكرة وبالكيفية السلمية اللي كانت نزلت الراية ديال المستعمر وطلعت الراية المغرب. في معرض للوحاته بالعيون أصر أن تكون معها ومنها صورة لانطلاقة المسيرة الخضراء، المسيرة التي تشكل نقطة انطلاقة لكل جديد قادم إلى الصحراء. فالفنان حسن بوهية اختار بطريقته الخاصة أن تكون على يده انطلاقة هذا النوع من الفن التشكيلي بالعيون. الصورة اللي كاين هنايا كاين المسيرة الخضراء، كاين حسن الثاني، كاين القوس، كاين يعني نقدر نقول بما ان هاد الساعة نتاع الله يرحمه حسن الثاني انطلاقة، وكنظن ان حتى اللي كنعملوا فيه دابا انطلاقه باش الاولاد حتى ديال المنطقه يحاولوا يعبروا وياخذوا تجربه، وان شاء الله تكون انطلاقه في ميدان الفن. البسها الوانا حاره تعبر عن سحر الجنوب ودفئه، لتنطلق في مسيره النماء بكل تميز، حاملة شعار السلم، رافعة سلاح العلم. هكذا اختار الفنان التشكيلي أن تكون لوحته التي أسماها المسيرة والتي يعرضها لأول مرة. هذه اللوحة درتها بمناسبة حقيقة ديال المسيرة الخضراء، وفي البداية كنت رسمتها بكيفية أخرى، ولكن الهيكل ديالها هو نفس الهيكل، كان ديما كنطلق من الخط، ومن الخط هو اللي كيعبر الداخل ديال الفكره ديالي الداخليه وبهذه الكيفيه. دونك اذا كتشوف كتبين بما ان بحال الا جيتي من بعيد وغادي طالع وكتنطلق على اليمين وعلى اليسار وغادي القدام ان شاء الله. دونك حقيقه في الاول كنت رسمتها وكان الاحمر كان في الوسط، ولكن بعد التفكير بعد شفت بما ان ما غاديش ما كينسجم داك الحموريه كانت قويه بزاف بالنسبه للخضر، دونك فضلت نخلي التعبير نتاع الخضر من التعبير الاحمر. ما كانش عندي فرصه باش نجي ديك الوقيته، ولكن انا مصر باش نجي اليوم ونعبر حتى كيفيتي على 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 هذا الانجاز العظيم اللي درنا من باش نوحدوا البلاد ديالنا. لقد اتى الى عالم الفن الصباغي عن طريق الهندسه، مهووس منذ الصغر على امتداد مساره التكويني والتعليمي بالخطوط على مختلف اشكالها، خطوط زرع فيها الحياه لتصبح رمزا لها. فلوحاته تمازج بين التشكيلي والمعماري بشكل متكامل تتشابك معه الرؤية فيما تستجيب العين لما هو أبعد مدى. فكل لوحة لوحة هي بمثابة كتاب يحمل قصة مختلفة تشد إليها القارئ كما الزائر. أولا كنت كنرسم ملي أنا صغير، ملي في الابتدائي كنرسم، وعندي واحد الكيفية باش كنرسم، هو حتى رغم هذا الشيء كله في القسم انا احيانا كنرسم، ولكن البال ديالي رغم هذا كيكون منشغل بالمعلم
واحيانا فعلا كان رسوم ما كنشوف فيه احيانا كيتقلق يقول لك علاش انت ما تشوف يقول له كنقول له الله يخليك ما فيش مشكل نقدر نعاود لك الدرس ديالك كله كيفاش لقيتيه وكيفاش دونك هاد الكيفيه كتعبر على التركيز كنركز اكثر واخا ان اليدين وقيله كاين شي حاجه من الداخل اللي كتحكم فيهم المعلم كبير يعني اللي كيعطيني الراي ديالو هو الزوجه ديالي الزوجه عندها الذوق عندها سميتو وكذلك كتعبر قال دير هكا ما دير هكا دير هكا ما دير هكا هذا عجبني هذا ما عجبنيش دونك عندي المتفرجين بزاف وخصوصا الزوجه ديالي والأصدقاء عندي أصدقاء حتى هما اللي تقريبا عندهم الكشك ديالهم قدام المكتب ديالي نتاع اللي احيانا كنجلس معاهم وحتى هما كيعاونوا كيقول لك لا دير هكا ما دير هكا علاش ما دير هكا. مروض الريشة وساحر الألوان رتب لوحاته ذات الأحجام المختلفة والتي تعكس روح الأناقة والدقة بشكل خلق منها صورة شدت كل زائر ألوان إن نطقت تكلمت لغة التسامح مع الذات ومع الآخر وفرضت ثقافة تشكيلية يطبعها الانفتاح والتواصل والاستمرارية التي يضمنها وحده إقناع الأطفال. اللوح عزيز عليا وعزيز عليا التربية التشكيلية وكيقول لنا أستاذ ديما اسمها وكنقول له أستاذ عزيز عليا التربية التشكيلية نبقاو نديروها ديما واللون الصفر أخص أعز لون عندي أنا الألوان. المهندس والفنان حسن بوهية ثار على نظام الورق والقماش وحتى الجلد ليجد له مكانا في تجسيد أشكال وتصاميم ذات أبعاد سداسية بتقنية الليزر مجسمات ترفض إطار اللوحة وتبحث عن فضاء رحب قادر على حفظ شموخها ويعكس بريق ألوانها في لوحة حية تجسد قدرة أبناء الوطن على العطاء.